ليلة البرد والجو يعصف في الخارج وصيبت الأم بالبرد وماتت بمرض ذات الرئة. فعلت ما بوسعي لعلاجها ولكنها ماتت قبل أن يعود بهلول من رحلته الطويلة. كان بهلول يفكر في الزواج منها حيث قال ذات مرة: لا تقلقوا، سوف أريها كيف يعيش كمال بسعادة معي. أراد بهلول أن يكون أبا لكمال ولكن ذلك كان مستحيل إذ كان كثير الترحال من بلد إلى بلد. بعض الأقارب أخذ على عاتقه العناية بكمال وقد أراد بهلول أن يقوم هو على العناية به والعيش معه. والآن مات كمال أمله الوحيد في الحياة. مسكين بهلول. سينان، يجب أن نلاقي بعض المساعد في حياتنا. دكتور، هل باستطاعتنا أن نفعل شيئا ما لأجله؟ ليس لاستطاعة أحد أن يخلصه من حزنه الآن. أنا خائف. يعني أنه لا يستطيع أن يلعب دور المهرج ثانية يا دكتور نعمان؟ لا أدري. أرجوك أن تلعب دور المهرج، إننا جميعا نحب حركاتك. لا أستطيع. إن مقداد غاضب عليك، لقد قال إنه سيحرقك إذا لم تعد للاستعراض. أرجوك أن تعود إلى السيرك، أرجوك. هيا أرجوك. أستطيع أن أقف على رأسي بطريقة الرعب. زعبول؟
لقد كنت أتمنى أن ألعب الأكروباتي. إضافة أنا أتمرن على ذلك يوميا. سيدي نحن سنساعدك أيضا. وأنا أيضا أريد الرقص والغناء. سيد مقداد إنني قوي على الرغم من صغري. أردتك يدي. اسمعوا، لكني سأعاقب بهلول لو فشلتم، مفهوم؟ أجل، هل فهمتم جميعا؟ نعم. كمان هل تستطيع أن تقف على رأسك بشكل جيد؟ شوف، أريد أن أقول أنيقاً سيلاحقني الجميع بنظراتهم. كيف تسير الأمور؟ بشكل جيد يا دكتور نعمان، لو بذلنا جهداً أكثر سيعود إلينا بهلول. بالتأكيد، هذا تمرين متواضع. حظاً سعيداً. هيا بنا. هيا بنا. أحتاج إلى تمرين أكثر. إنهم يريدونك أن تبقى يا بهلول. أنا أعرف أن كمال قد مات. دكتور نعمان، أنني أعرف مشاعرك جيدا يا سيد بهلول. كمال حب ألعابك الساخر، أليس كذلك؟ لكن الجمهور أيضا يحبها وهم بحاجة إليك الآن. بحاجة إلي؟ نعم نعم. يبقى Thank you.